أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله من مركز محمد بن راشد للفضاء اتصالا مرئيا مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان نيادي من المحطة الفضائية الدولية اطمأن فيه على سلامته. مرحبا سلطان، الحمد لله على السلامة ووصولك القاعدة الفضائية، والحمد لله على سلامتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طويل العمر، الله يسلمك ويطول عمرك. الحمد لله وصلنا لمحطة فضاء الدولية ونحن بأحسن حال وسعيد بوجودي في هذا المكان، ونتمنى أن نتواصل معاكم إن شاء الله على مدار الستة أشهر القادمة إن شاء الله. وأنا أبشرك أن شباب دولة الإمارات والشباب العربي هم يلاحظونك يعني ويتمنوا لك الخير. شكرا يا طويل العمر. أنا لازلت أستذكر وعدك لزميلي هزاع المنصوري لما وصل لهذا المكان في 2019، وذكرتها من قبل والآن أقولها يا طويل العمر، أنا ربما كنت أسعد شخص بهذا الأمر، وهو دلالة على استمرارية الإمارات في هذا المجال. ربما اليوم سلطان، ولكن بالتأكيد هناك في أشخاص راح يتبعون أثر زميلي هزاع المنصوري في المستقبل ويكملون هذه المسيرة إن شاء الله، وهذا اللي نتمناه. ويعني شو الأبحاث اللي تسويها الحين هناك من بعض الجامعات اللي موجودة هنا؟ نعم طويل العمر، نحن من اليوم الأول ونحن عندنا جدول مزدحم حاليا، في طاقم راح يغادر المحطة بعد 3 أيام، وطاقمنا راح يستلم المهام هذه كاملة، وعلى مدار 6 أشهر في هناك أبحاث علمية تقريبا عندنا عدد لا بأس به من التجارب العلمية اللي بتشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع وكالات الفضاء العالمية، وبالتحديد عندنا تجارب إن شاء الله من دولة الإمارات العربية المتحدة اللي بتحمل بصمة إماراتية إن شاء الله. ومن الأبحاث العلمية يا طويل العمر، نحن كرواد فضاء نكون مادة للبحث. انعدام الجاذبية لها تأثير بالغ على جسم الإنسان، ونحن عندنا خطة طموحة مثل ما تعلم يا طويل العمر، بإن شاء الله يوم من الأيام راح ينزل الإنسان مرة أخرى على القمر وربما المريخ، فلا بد من الضرورة مكان نعرف تأثيرات انعدام الجاذبية على أجسامنا، وهذا اللي بالفعل قاعدين نخوضه يوميا، ناخذ تسجيلات وقراءات على أجسامنا وتأثير الفضاء بحيث أن نتلافى مخاطر هذه في المستقبل. أخ سلطان، هل تأقلمت الحين على المحطة الفضائية؟ طويل العمر، أنا ربما كنت مازح الجميع أقول لهم عندنا سهيل ربما أحسن مني في انعدام الجاذبية في الحركة. أنا لازلت أتعلم، ولكن إن شاء الله أن الحركة تكون أفضل في الأيام القادمة. مبروك مبروك وموفق، والله يحفظك. شكرا يا طويل العمر، وسعيد بهذا الاتصال، شكرا جزيلا.